اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. بالقرابة القريبة، القرآن الكريم ينص على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه الآية الكريمة نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته وأرحامه. واتقوا الله، واضح. والأرحام صلوها ولا تقطعوها ولا تؤذوها. يقول أحد المفسرين في هذه الآية الكريمة المباركة إثبات لولاية علي بن أبي طالب، تثبت بأنها نزلت في علي بن أبي طالب، لأنه أقرب واحد إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بالسبب والنسب، إذا كان بالنسب فأبو طالب صلوات الله عليه وعبد الله أبو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إخوان. عبد المطلب كان عنده 11 ولد وكلهم كانوا يمتازون بالطول. الحارث أكبر أبناء عبد المطلب ابن عبيدة اللي طلع النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر واستشهد رضوان الله عليه. 11 ولد من أمهات شتى. عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله وأبو طالب أبو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه من أم واحدة، أمهم اسمها فاطمة بنت عمرو. مو الأديب يقول دار مختلف الرسالة، بيت منتجع الملائك، يقول للإمام يا ابن الأرائك والترائك والفواطن والعواتك. نعم، فأقرب واحد إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالنسب، أما بالسبب هو زوج بنته وأبو الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. فالإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة كان يقول لهم وقد علمتم، ولنا أيضا يقول ذلك، وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة بعد والمنزلة الخصيصة. شنو يعني المنزلة الخصيصة؟ منزلة الخصيصة القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. إذن هو نفس النبي صلى الله عليه وآله، هو روح النبي صلى الله عليه وآله، هو كما يرى النبي يرى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. نص موجود في نهج البلاغة، ونهج البلاغة بين الدفتين. كان يقول بأبي وأمي ولقد سمعت رنة الشيطان لما نزل عليه الوحي، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال يا علي هذا الشيطان أيس من عبادته. يا علي
إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي لكنك وزير، وإنك لعلى خير. وإن شاء الله تعالى هذه العبائر أمر عليها بالتفصيل الدقيق. المنزلة الخصيصة هو نفس النبي صلى الله عليه وآله. علي مني مثل رأسي من بدني، يقول له النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت مني كالضوء من الضوء. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا يقول في نهج البلاغة، يقولهم: وأنا من رسول الله صلى الله عليه وآله كالصنو من الصنو، الصنو نخلتان من أصل واحد. القرآن الكريم يشير إلى ذلك، صنوان. يقول شارح المعتزلي: يقراها كالضوء من الضوء. واللي يحب يراجع ويشوف اللي يقول الشارح المعتزلي لما يمر على هذه العبارة. إذن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو نفس النبي صلى الله عليه وآله. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولد في بيت الله من أبوين طاهرين مطهرين. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أبوه أبو طالب حامي الرسول صلى الله عليه وآله، وأمه المؤمنة الطاهرة فاطمة بنت أسد، وله من القرابة والمنزلة عند النبي صلى الله عليه وآله وبنص القرآن الكريم ما لا يأتي بها أحد. يا أمير المؤمنين، أيكون الله يوم ولدت قد أفرغ في روحك بعضا من روحه؟ وإلا كيف استطعت أن توقف الزمن؟ نعم، ولد في بيته، علي بن أبي طالب ولد في بيته، وهذه لا يملكها أحد، تلك الصفة لا يملكها أحد، ولكن كان وفيا لله تعالى. شلون؟ رد الجزاء لله تعالى. مو واحد من الأدباء يقول: لما دعاك الله قدما لأن تولد في البيت فلبيته، جزيته بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته. نعم، ولد علي بن أبي طالب في بيت الله الحرام، والجزاء من علي بن أبي طالب، وهو أبو الجزاء، طهر البيت من الأصنام. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا، واستجلى نوره في آدم. إن يكن يجعل لله البنون، وتعالى الله عما يصفون، فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت حقا ولدا، لا عزير لا ولا ابن مريم. فاصل قصير وللحديث تتم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدينا الكرام من جديد، ورحمة الله وبركاته. لم يكتفي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بمجازاته للبيت الحرام
في تطهير الأصنام منه، بل كسر وأرغم وأذل وأهان أكابر قريش العتاد الذين كانوا يشركون بالله تعالى. يقول الإمام صلوات الله عليه: أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما تعلم ترعرع في حجر الرسالة، وهناك تفصيل طويل إن شاء الله في حينه أبين ذلك. ترعرع في حجر الرسالة، نشأ في ذلك الحجر، حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك الحجر المملوء شجاعة، المملوء بسالة، المملوء عطاء ورحمة وفهم وفكر. علي بن أبي طالب بأبي وأم، علي بن أبي طالب ترعرع ونشأ في حجر أطهر مخلوق خلقه الله تعالى من الأولين والآخرين. يقول: بأبي وأمي أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب. وضعت من الضعة، يقال وضع الشيء يعني أهانه أذله، في الصغر. شوية أرجع وياي إلى صغر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أبو جهل كان يرى الإمام بأبي وأمي إذا جاءت الفرس بأشد جريها يصدها بصدره ويردها. كانوا يشوفون أشياء من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما شايفها عند أحد. مثلا إذا مسك بأمراق رجل، الأمراق مالان من البطن، يرفعه منها إلى الهواء، كان يحمل الحجارة من أعلى الجبل بمفرد يده ويضعها بين الناس، ولا يستطيع حملها الناس رجلين أو ثلاث وأكثر. فأبو جهل يرى ذلك، حذر قريش من علي بن أبي طالب، قالهم: يا أهل مكة، إن الذبح عندكم، هذا علي الذي قد جل في النظر، ما إله مشبه في الناس قاطبة، كأنه النار ترمي الصخر بالحجر، كونوا على حذر منه، فإن له يوما سيظهره في البدو والحضر. فعلا فعلا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما يقول هو في نهج البلاغة: وضعت في الصغر بكلاكل العرب. في الصغر يعني في صدر الإسلام، بكلاكل العرب. الكلاكل شنو؟ الكلاكل يعني الصدور. زين، ليش الإمام صلوات الله عليه ذكر الصدور ما ذكر الرأس؟ لأن مقدمة الإنسان صدره، مثل الحيوان مقدمة الحيوان صدره. بالتالي أن الإمام صلوات الله عليه يريد أن يقول: أنا أذللتهم، أنا أذللتهم، أنا هنتهم. المن؟ الكلاكل العرب، يعني للمتقدمين والمتصدرين على أقوامهم من العرب.
هذا هو المعنى. فعندما يقول أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، يعني ذليت المتقدمين مالتهم، كسرت خشوم المتصدرين مالتهم، ولذلك ذكر بأبي وأمي الصدر. يقول أحد الشارحين لنهج البلاغة: ربما يكون التعبير مجازا، وهو إطلاق اسم الجزء على الكل، وإن شاء الله تعالى في حينه أبين ذلك إذا مد الله بالعمر. أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، والنعم منك يا أبا الحسن، جندل صناديد العرب في بدر وأحد. شوف ارجع إلى التاريخ، علي بن أبي طالب خاض الأهوال وقتل الأبطال من المشركين في صدر الإسلام. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المن طلع يوم بدر؟ المن طلع؟ لم يستعمل وسائل الضغط والإغراء كغيره من الملوك والحكام والسلاطين مع قومه، لا أبدا. طلع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في يوم بدر، وطلع حمزة بن عبد المطلب عمه صلوات الله عليه، وطلع عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه، وكان عبيدة بن الحارث رضوان الله عليه عمره 70 عام بعد ما طلعوا 3 من الأنصار وانتسبوا. قريش رفضوهم، قالوا لهم أنتم مو نظرانا، احنا نريد نظرانا. طلع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، طلع حمزة بن عبد المطلب، طلع عبيدة بن الحارث، هو الذي يقول في نهج البلاغة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا احمر البأس وأحجم الناس قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر السيوف والأسنة. إن شاء الله تعالى أمر على هذه العبائر بالتفصيل الدقيق. فالإمام صلوات الله عليه قتل الوليد يوم بدر، وقتل عتبة يوم بدر، وقتل شيبة يوم بدر، والتفصيل موجود. حمزة بن عبد المطلب عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو كهف المسلمين صلوات الله عليه، طال البراز، قيل مع عتبة وقيل مع شيبة، يقول تبارزا حتى تكسرت سيوفهما ثم تعاضى. المسلمين قالوا للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أدرك عمك لئلا ينهزه الكلب. خرج إليه الإمام وضربه ضربة قده نصفين، وقيل شيبة، أكو هيش رواية وأكو هيش رواية. فالإمام صلوات الله عليه لما يقول أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، يعني اقتلت آني المتقدمين مالتهم المتصدرين على أقوامهم، والنعم منك يا أبا الحسن، هذا علي سيف الله الغالب في المشارق والمغارب، هذا علي، هذا علي الذي أوقف الزمن صلوات الله عليه. شجاعة ملأت الخافقين، شجاعة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ملأت كل شيء ووسعت كل شيء. مو خالد بن الوليد يقول: رأيت علي بن أبي طالب يسرد حلقات درع بيده فيصلحها، فقلت له إنما كان ذلك لداود عليه السلام. قال: يا خالد
قال له يا خالد بنا ألان الله الحديد لداود فكيف لنا؟ احنا بينا أهل البيت ألان الله الحديد لداود، زين شلون إذا إلنا؟ مو يقول بأبي وأمي في نهج البلاغة في كتابه الذي يعد من محاسن الكتب رقم 28 في الجزء الثالث، يقول صلوات الله عليه: فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا. وإن شاء الله تعالى لأهمية هذه الكلمات كون أفصلها تفصيلا دقيقا. لا بأس، خلي أذكر لك بعض الآراء لما يمر الشيخ محمد عبده مثلا الشارح لنهج البلاغة، كان شيخ في الأزهر، الشيخ محمد عبده يقول: فإنا صنائع ربنا، يعني نحن أسراء إحسان الله إلينا، والناس بعد صنائع لنا، والناس أسراء فضلنا. البعض يقول هذه واسطة الفيض، قلت لك إن شاء الله أمر عليها مفصلا. بالتالي الإمام صلوات الله عليه يقول: نحن أهل البيت ماكو واسطة بيننا وبين الله، لكن الناس عندهم واسطة بينهم وبين الله تعالى اللي هو نحن أهل البيت. فقال له: يا خالد بنا ألان الله الحديد لداود فكيف لنا؟ أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، على أمل اللقاء في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. والسلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته.